فاراداي لينزز لو في بعض كتب مش كل الكتب في بعض كتب بتسميه فاراداي لو في بعض كتب بتسميه فاراداي لينزز لو لان دخلنا لينزز لو مع فاراداي لو وقلنا اذا كان عندي لوب واللوب هاي لها مساحه معينه وهاي اللوب مغموره او محطوطه في وسط في ماجنتيك فلوكس دنسيتي الماجنتيك فلوكس دنسيتي خلينا نفرض انها داخله بالصفحه عفوا طالعه من الصفحه يونيفورم ايش يعني؟ يعني بي في كل مكان متساوي ما بتتفاوت من مكان لمكان. عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي موجوده هذه فيها هون. عندي هون لفه هلا راح افترض هلا انه عندي لفه واحده راح افترض انه ان بتساوي واحد. فبهمني الان اطلع على كميه الفلوكس اللي بعملها لينكج فكميه الفلوكس اللينكت فلوكس بالحاله هاي يعني الفلوكس اللي لينكت ما بين اللوب هي الفلوكس اللي بتحتوي اللوب مزبوط الفلوكس اللي برا ما بهمني فالفلوكس اللي بتحتوي اللوب راح يكون عباره عن بي دوت ايه اللي هي الاريا تبعت هذا اللوب ولانه يونيفورم كونها يونيفورم سمحت لي اني اضرب هاي في هاي راح اقدر اضرب هذول الاثنين بعض راح افترض انه الزاويه بينهم زيرو اللي هي الزاويه ما بين هذا البلين اللي بيحتوي اللوب بهذا عمودي عليه بهذا الاتجاه والدايركشن تبع الماجنتيك فلوكس دنسيتي في هذا الاتجاه راح يعطيني هذا الفلوكس اللينك وبالحاله على هذا الفلوكس لينكت بير لوب راح يكون هاي الكميه لو عندي عدد من اللوبس يعني لو اجيت على هاي القطعه اللي موجوده هون وكملت اللوب هاي رديت حطيت كمان لفه وكمان لفه مثلا صار عندي هون ثلاث لفات الثلاث لفات فوق بعض نفس المساحه قديش بصير عندي ان بالحاله هاي قديش بصير التوتال linked flux لكل لوب في عندي بي اي فكل اللوبس راح يصيروا ثلاثه هي بتصير مضروبه في ان او في ثلاثه اوكي ماشي واضح هاي كميه الفلوكس اللي عملت لها لينكج بس هذا ما راح يتكون عندي هلا لو كان هذا الفلوكس كونستنت ماجنيتيود ما بيتغير ولا نفس الدايركشن قديش كميه الفولتج اللي هي ام اف راح تتكون هون زيرو لانه القانون بيقول انه عندي الاي ام اف اي انديوسد او جنريتد بتساوي ماينس دي فاي على دي تي وهذا هون التوتال لينكد فلوكس من هون واذا كان هذا عندي ان راح تصير ماينس ان في دي فاي بير لوب على دي تي اوكي ماشي واضح لهاي هاي كميه الفلوكس اللينكد من هون وبهمني طبعا هون الريت اوف تشينج فاذا الريت اوف تشينج زيرو اذا هذه كونستنت راح يكون في عندي فلوكس ما راح يتكون اي والماينس هون الاشاره اللي قلنا عنها هاي جاي من لينزز لو اذا كان عندي قيم بي واي والزاويه بينهم زيرو اذا كانت الزاويه ثيتا اذا كانت ثيتا بتساوي زيرو معناها بصير عندي هذا القانون هون بصير ماينس دي في دي بي مضروب في اي دي تي واذا كانت مثلا اي كونستنت شو بقدر اطلع؟ بقدر اطلع ان اي برا مش هيك؟ ايش بطلع عندي جوا؟ دي بي دي بي على دي ايش لازم يصير في بي؟ مش رح يتغير اتجاهه رح يتغير في الماجنيتيود تبعه، إذا صار بي يتغير في الماجنيتيود تبعه حسب لينزز لو رح يتكون عندي اي ام اف رح يتكون تيار، التيار هذا رح يحاول يقاوم التغير اللي صار، ما رح يقاوم الاتجاه، رح يقاوم التغير اللي صار، رح يقاوم دي فاي على دي تي. هلا خلينا بس هون حتى اصحح الشغله اللي حكيتها امبارح، من هون اول شيء بنحكي عن السورس. إذا عندي سورس بهذا الاتجاه، تتذكروا حكينا الكونفنشن تبع السورس انه الكرنت يكون طالع، خليني افترض انه هذا السورس فيه له لود خارجي يكون الكرنت راح يمر في هذا الاتجاه، مضبوط؟ الانرجي من وين عم تيجي هون هلا؟ من السورس، وين بتروح؟ للود واللود عماله باخذ هاي الطاقة وعماله بستخدمها، كل كولوم من التشارج عم بمر من هون لهون عم بمر بتفع مقدار الفولتس اللي موجوده هون مظبوط اللي هي جولز بير كولوم فكل كولوم عماله بمر بهذا الاتجاه عم ترتفع الانرجي تبعته بمقدار كذا في والفي اللي هي وحدتها هون فولتس بس كمان الفي هي عباره عن جولز بير اوكي الكل متفق انه هاي ايش معناها هاي يعني اذا عندي بطاريه 1.5 فولت كل كولوم بمر في البطاريه هاي قديش عم برتفع الانرجي تبعت هذا الكولوم 1 جول هذول الوحدات متماثله اوكي اذا هون الكونفنشن راح نفترضه راح نفترض انه هاي اللوب هي صارت كانها فولتج سورس وايش راح اشبك لها برا
فصارت كأنه عندي اللوب من هون هيك موجودة. وهون راح أشبك هلا عليها مقاومة. فإذا الكرنت إذا هذه صارت فولتج سورس والكرنت مر بهذا الشكل لازم يطلع من البوزيتيف تيرمينال ويدخل على النيجاتيف تيرمينال عشان مين اللي بيستهلك الطاقة الآن؟ هاي بلس وهاي ماينس والكرنت مر فيه بهذا الاتجاه، مين راح يستهلك هاي الطاقة؟ مين اللي أنتج الطاقة؟ مش الريزستر أكيد، مين اللي أنتج الطاقة؟ أوكي، وصار يصير في على فكرة فلو للإنرجي من وين؟ من البي، راح يصير في فلو من الإنرجي من البي من التغير الدي دي فاي على دي تي، هذا التغير راح ينتقل وراح يضيع في المقاومة. هذا بس الاختلاف مع اللي حكيته امبارح عشان أدق أوضحه 100%. أوكي، إذا هلا خلينا نطلع حسب لينزز لو شو راح يكون الاتجاهات. في عندي على فكرة أربع حالات أظن، مش هيك؟ إيش هم الأربع حالات؟ بي طالع من الصفحة and increasing، تمام، وبي طالع من الصفحة and decreasing، وبي داخل في الصفحة and increasing. طبعا الحالة اللي بي constant راح أعملها trivial، مش هيك؟ قديش راح يكون عندي generated voltage؟ زيرو. قديش الكرنت راح يتكون؟ زيرو، ما فيش كرنت، ما راح يمشي كرنت عندي هون. والحالة الرابعة اللي هي بي داخل بالصفحة and decreasing. خلينا نطلع على الحالات هذول من هون. هلا بالحالة هاي إذا كان بي طالع من الصفحة وعم بزيد، إيش لازم يتكون الكرنت حتى يعمل؟ بده يقاوم التغير. شو التغير؟ عماله بزيد، مش هيك؟ شو بده يصير؟ في هذا الاتجاه. إذا راح يكون عندي الفلكس اللي راح يصير الرياكشن فلكس راح يكون داخل بالصفحة. فالكرنت شو لازم يكون عندي هون؟ حتى يكون عندي هذا هيك لازم يكون الكرنت بهذا الاتجاه، راح يكون الكرنت بهذا الاتجاه. اذا الكرنت كان بهذا الاتجاه معناها هذا الفلكس راح يكون هيك، هذا الرياكشن فلكس، الفلكس اللي راح يصير بسبب التيار اللي تولد. راح يمشي الكرنت بهذا الاتجاه، شو راح تكون البولاريتي بالحاله هاي؟ راح تكون البولاريتي بوزيتيف نيجاتيف. الكرنت ماشي بهذا الاتجاه معناها راح يكون عندي الكرنت طالع من البوزيتيف تيرمينال، فمين اللي بزودني بالطاقه؟ اللوب. مين اللي بيستهلك الطاقه؟ لود خارجي انا حطيته. طيب نطلع على الحالة الثانية، طالع من الصفحة وعم بخف بالضبط، رح يكون بنفس اتجاهه لأنه عماله بخف وأنا ما بدي هذا التغير يصير، بدي أقاوم هذا التغير، شو بعمل؟ إذا بكون الرياكشن فلوكس بهذا الاتجاه. خليني بس أحط هون الكرنت، إذا الكرنت رح يكون بهذا الاتجاه، بس هون الكرنت رح يكون بهذا الاتجاه، فرح يصير الكرنت بالحالة هاي إيش رح يصير بالبولاريتي الآن؟ في كل الحالات الطاقة بتجيني من اللوب، حتى يجيني من اللوب طاقة، الكرنت لازم يطلع من أي تيرمينال؟ من البوزيتيف تيرمينال، حتى هذا يزودني بطاقة، هذا عمره ما رح يعطيني طاقة، أوكي ماشي واضح؟ إذا هاي إذا بدنا نلخصها من هون، رح يكون عندي هون الفلكس بهذا الاتجاه من هون، ورح يكون عندي اللوب، يعني الكرنت رح يصير بهذا الاتجاه، أي والفولتج رح يكون. هاي الحالة راح يكون عندي الكرنت بهذا الاتجاه مضبوط، ولازم الكرنت يطلع من البوزيتيف تيرمينال، راح يكون عندي الكرنت بهذا الاتجاه. اوكي، ناخذ الحالات الثالثة والرابعة، الفلكس داخل في الصفحة وعم بزيد حتى اقاومه، ايش لازم اعمل؟ وبتكون نفس الحالة هاي اللي موجودة هون. الحالة الأخيرة الفلكس داخل في الصفحة وعم بقل، ايش لازم اعمل؟ بدي ترجع نفس الحاله الاولى. ماشي، الكل فاهم الاربع حالات هذول. والحاله تريفيال طبعا اذا كان عندي بي كونستانت اي بتساوي زيرو، ما فيش عندي طاقه. اذا هاي النقطه المهمه، لازم يكون في عندي تغير. هلا هذا التغير ممكن ما يكون بس بتغير بي، كيف ممكن اعمل تغير بالفلكس بدون ما اغير بي؟ يصير عندي حركه، بالضبط يصير عندي حركه. يعني هاي اللوب هلا بتعرف شو بنقدر نعمل فيها؟ ممكن نمسك اللوب هاي ونبدا نلفها، تبدا تلف، مش عم بتغير الفلكس اللينكد فلكس. على فكره هاي لما تكون هون قديش بكون الفلكس اللينكد؟ زيرو، لانه الزاويه صارت 90 درجه بين التنين، مش هيك؟ ولما باخذ قوسين ال 90 بالدوت برودكت راح تكون فيش عندي فلكس. وبعدين ايش بعمل؟ بكمل بلف
شو صار عندي؟ انعكس بعدين هيك. فكل لفه كامله بلفها راح يصير عندي بيطلع الفولتج بيصير اي سي. هذا مبدا التوليد، ببدا بلف هاي. فهناك غيرت الفلكس مش عن طريق اني اغير بي، بي كونستانت كماجنيتود واتجاهه كونستانت، بس حتى اعمل دي فاي على دي تي ايش اضطريت اعمل؟ شو عملت؟ حركه فموشن. يعني هون هلا الاي كان بي جنريتد، اي كان بي جنريتد، لازم يصير عندي طبعا دي فاي على دي تي نوت ايكوال تو زيرو، مش هيك؟ دي فاي على دي تي نوت ايكوال تو زيرو. وهذا وان اوف تو ميثودز، اول واحد تشينج بي، بس هذا مش عملي هون راح يكون بالتوليد بشركات كهرباء بالتوليد، بي كونستنت. اذا الطريقه الثانيه ايش اعمل؟ موشن، مثلا اكزامبل روتيشن، وهذا اللي هو مبدا التوليد. فبتصير عندي هاي اللوب بتلف. طيب لو مسكت اللوب هاي ولفيتها هيك قديش دي فاي على دي تي؟ اوكي مسكت اللوب هاي وهيك لفيتها، هل فاي عم بتغير؟ لا. اذا على الفاضي هذا كل شغلي على الفاضي، لازم اغير. لو غيرتها هيك بهذا الاتجاه ما بتتغير معي. الطريقه الوحيده بدها تتغير بدي اغيرها بطريقه بحيث انه تتغير الفلك اللينكد فلكس، فاي لازم تتغير. فاذا لفيتها، اذا حطيت اكسس مثلا هون، نفرض حطيت اكسس اوف روتيشن هون، هي سنتر لاين، وبديت الفها حوالين هذا الاكسس، راح يكون عندي في البدايه فل اي، مزبوط؟ بعدين A بتصير تصغر معكوسها الزاوية لحد ما توصل زيرو، بعدين رح تبدا تصير معكوسة. وهي فعندي باستمرار، وهذا رح يتناسب مع ايش؟ مع السرعة الدورانية، مزبوط؟ السرعة الدورانية اللي بحرك فيها هذا الاتجاه. الكل فاهم الهاي؟ هذا مبدا فارادي او قانون فارادي اللي هو احنا بنستخدمه.